اهلا وسهلا فيكم بكلنا بالهوا سوا سيزن 2 ابيسود 1. عم بمزح, اتغلبطت, كبست كبسه كثير غلط. هلا رح يصير, رح نرجع نعملها بس مع الجمله الصح. اهلا وسهلا فيكم بكلنا بالهوا سوا ابيسود 1 من سيزن 2. اوكي, ثلاثين مره ما زبطت. اتس ا فيري باد ستارت. عم بمزح معكم. Episode 1 Season 2. الليلة معنا a very special guest. قبل ما أقلكم أنه في a very special guest, بدي أقلكم أهلا وسهلا بthe experience اللي عم نجربها هلأ. It's كلنا بالهوا سوا. كلنا بالهوا سوا started on Instagram live, وهلأ صرنا على YouTube. Just you will see what's gonna happen throughout the episodes. The episodes are going to be something extremely special. كتير رح تحبون. I hope you fall in love with every single episode. وبدكم تحضرون. They're going to be everywhere on YouTube with video, مثل ما هلا عم تشوفوني, on Spotify, Anghami, Apple Music, and everywhere else تتقدروا تسمعوا the audio version. اليوم معنا a very special guest. الجست تبعنا, ما حبيت لكم مين رح يكون, بس اليوم الجست تبعنا is someone that I consider my brother. هل شخص ما عم بيفهم أنا شو عم بحكي بالإنجليزي لأنه ما بيفهم إنجليزي, اللي عم بقوله كنت أنه اليوم الشخص اللي معي هو شخص أنا بعتبره خيي. شو اسمك؟ اسمي فراس. فراس شو؟ فراس السيار. أوكي فراس, أنت هلأ قاعد, شو في معك قدامك؟ كاسة متل. صحتكم خبان. نعمل لك كيسك. نحن رح يكون بكل أبسود, بكل حلقة رح يكون رح ننقي كل شخص, كل شخص عم بيجي معي شو أطيب شي يشربه. أنت قلت لي أنه المتة, سوف نعمل كيس ونشرب سوا. أنا مايل لأنه عم بعمل دايت والأساس. كيسك صح كتير منيح. أنتوا ما بتعرفوا بس فراس قبل ما نبلش وقع نص المتة على الأرض, مش هيك؟ مش مشكلة, رجع مش الحال. فراس أنت هلأ معنا لأنه بدنا نحكي عن قصة حياتك, قصة نمط حياتك, قصة شو عم تعمل هلأ, كيف اتطورت بحياتك, كيف بلشت وكل هدول القصص. بعرف أنه أنت هلأ موتر, أنا موتر شوي أكتر منك لأنه أول مرة بعمل هذه الشغلة, بس كل ما نحن نكون هيك سلبي مع بعض كل ما يمشي الحال. تمام. أنا قبل ما أتعرف عليك ونحكي, أنت كنت تحت بيتي وعم تمشي كلاب, وكنت معي آلين بالسيارة. آلين باي ذا واي ورا الكاميرا, بدنا زقفة كبيرة للست آلين. برافو كتير منيح. أول شي وينون؟ وينون وينون our special guests؟ طلعون, أعطيني 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 ساندي وخد بوبي. الساندي إيه, رح أجي أنا أخدهم. أشوي لك زيح من هوني كتير منيح. خلينا ألبس بدينتي. مثل ما شايفين نحن كل واحد منا لابس كلب, لابس كلب يا تي شيرت. لأنه هلأ معنا ساندي وبوبي, أنا ماسك ساندي وفي راس ماسك بوبي. قبل ما أتعرف عليك بكم نهار كنت أنا وقالين بالسيارة وقلت له ليك 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 ليك, كنت أنت عم تمشيهم للكلاب بلا الشريط تبعهم, وقلت له ليكي كيف عم يمشي معه ورايقين ومهضومين وكل هيدول القصص. خلصت الخبرية هون. قلت يا الله شو حلوين. لا وين شو صار؟ نزلنا انا وزناتي. يا آلين هاول مره, هتاني مره, اول مره. اوكي آلين مش فهمين القصه, بلشنا نشارع هلا من هلا ما بقى بدس. اوكي اللي عم قوله انه اول مره كنا بالسياره, ويمكن بعثت لك فويس نوت قلت لك في حدا عم بيمشي كلاب سود كتير حلوين. 100% سو اللي رح يصير هلأ, ما بعرف ليه بقول رح يصير هلأ. سو أنا دغري أنا شفت قلت يف شو هالشي, ما عارف إذا أنت بالحي عنا, أنت جارنا, أنت عم تمشي كليبك, أنت بعيد, كل هدول القصص. خلينا حط هون أنت كتير, خلينا حطك على الطاولة. أوكي ما أنا شغلة سكترت. أوكي كتير منا مرتاحة, رح نزلها. أوكي. أول مرة كنا أنا وآلين بالسيارة
ونزلنا من السيارة لأنه رجعت شفت الكليب. رجعت شفت الكليب بلشنا نغنجون يقبرنا شو مهضومين. كان شعرهم أطول بشوي أم كان أقصر؟ لا كان أطول. أطول بشوي. وبلشنا نحكي معك وأنا ما بعرف شي عنك، ما بعرف أنه عندك ولا شغلة، ما بعرف أنت مين، ما بعرف شو بتعمل، ما بعرف شي. وكيف تبلشت القصة؟ كنت أنا وقالين عم نغنج الكليب وقالت لك شي قالين، أنت رديت سوري أنت رديت بغير طريقة. يعني تخيل أنا سألتك شو بتحب تأكل، قلت لي مثلا هي لك الطقس، رديت على شي غير، قلت لك لا قصده هيك، قلت لي أنا عندي مشكلة سمع. وأنا ما كنت عارف شي. ليه؟ لأنه ما كنت لابس سماعة. ليه ما كنت لابس سماعة؟ لأنه خربانين السماعات. كيف كانوا خربانين السماعات؟ اللي خربانين السماعات صار له شي 8 شهور. 8 شهور أنت ضليتك 8 شهور بلا سماعات. وهي الواحد إذا بيضله بلا سماعة ساعة بيرجع لورا سمع. بيرجع سمع لورا كتير. سو أنت 8 شهور. 8 شهور. أوكي. وأنت وقت تعرفت علينا شو قلت؟ لأنه كتير غريب أنه أنت وقت حكيتنا بغرف تتحتلي قلبك وعادة قلت لي أنا ما بحكي هيك مع العالم، لأنه ارتحت لك. ما بعرف بأي طريقة يعني حبيتك وارتحت لك أنه أوكي. حبيت أنه بدي حدا يسمعني يشكيده همي. كتير منيح. أنت شو شكيت اللي همك؟ شو كان في شي زعجك مثلا؟ زعج شي أنه بلا سماعة ما بسمع كويس. أوكي. بس أنت ما جيت لعندي قلت لي أنه ما عندي سماعة. ما قلت شي. أول شي تعرفنا مشان كلاب و... أوكي. حكيت لك قصته أنه هربوا من تفجير. أوكي. رجع خبرني هالخبرية بليز. لما هربوا من تفجير أنا كنت بالمحل لقيتهم على الباب. أوكي. سو أنت بتشتغل بمحل هو نتورك. نتورك تمام. كمبيوترات إنترنت جيمينج كل هالقصص. كنت أنت عم تشتغل بالمحل. أوكي. فلقيتهم تحت الباب. أوكي. كانوا مربوطين بالحبل تبع الخسير. أوكي. فبدتهم لشوفه وقصتهم وحممتهم، يعني حممتهم منيح بينزل منهم دم كتير. سو كانوا مربوطين على الباب عندك على النتورك بحبل غسيل؟ الحبل الغسيل الرفيع اللي خانقينه خانق. أوكي. كانوا مربوطين عندك أم هيك محطوطين؟ لا مربوطين على الحديدة اللي برا. يعني كأنه حدا إجا وحطهم هون. حطهم هون. وكيف كان شكلهم؟ كلهم دم؟ كان كلهم يعني مثل كانين بأرض، كله قش ودم وشعر هيك مشعقد كلهم بعضه. اوكي. عم حممتهم. هلا هي الشيء يعني بزيت النهار الانفجار؟ لا لا بعد شيء اسبوع اسبوعين تقريبا. شو؟ كيف؟ بس حدا اخذهم وكاببهم عندي. دقيقة شوي. بس ما لا حممون ولا شيء. انت نهار الانفجار هو 4. الـ4 اجوا؟ لا بعد شيء 4-5 أيام تقريبا. إيه لا لكن ما بيكونوا من الانفجار هيك. بس هربانين من تفجير لأنه كلهم تم كانوا يا معذبين يا من الانفجار. أوكي. بس غريب كتير، تعرف ليش؟ لأنه أنا افتكرت أنه نهار الانفجار هني حطون العالم عندك. بعد بيومين يا ثلاثة ما بتذكر، بس مهم قريبة عن تفجير كان. أنا بحب في رأس أول شي جمعتين بعدين خمسة ما بتذكر مضبوط. ليك هي بزيت ثاني قبل بولاقت من الانفجار. لأنه كان في كتير كلاب تاعة كلابة، يعني العالم كله عم تشكي أنه بالتفجير هربوا كتير كلاب. أوكي. بس أنه بينين يعني جايين من مكان تم. اوكي كان كلهم دم. كلهم. هلا نحن ليه عرفنا يمكن انه من الانفجار؟ لانه لهلا الكليب ما بيعو ابدا. هن ما بيعو لانه اكلين يمكن تروما، يعني بيخافوا ما بنعرف شو صار. ويمكن الصغير اللي بايده كتير بتخاف. يمكن اكلتها خبيط، يمكن مدممه، يمكن كان في دوغ فايت، وي دونت نو ذات. سو كثير غريب. اوكي. سو انت شو عملت اول ما شفتهم؟ انت بتحب الكليب؟ كان عندك كليب قبل مش هيك؟ قال عندي قبل كليب. شو اسمه؟ واحدة كمان اسمها سانتي واحدة اسمها بوبي. رجع سميهم. اوكي. سميتهم بوبي وسانتي. اوكي. اوكي. اوكي بعدين شو عملت انت؟ اخذت الكليب، شو عملت؟ قصيت لهم شعراتهم. ليه قصيتهم؟ كيف تعرف تقص شعر؟ انا لانه كنت بالحقيقة حلاق بالقبل. اوكي. عندي مصلحة بالحلاقة. اوكي. بس عندي خبرة، قصيت لهم شعرهم بس ما بمشي حالي بالحلاقة. اوكي. اوكي. سو المشكله تبعه هو بالحلاقه، انه المستشفيات قال الحكيم مستحيل يكون عندك مستقبل بالحلاقه. اوكي. لانه المستشفيات بياثر على السمع، بيرجع السمع لورا، وهو اوريدي سمعه كان لورا كتير. تماما. انا تركت الشغل بس عندي خبره بالقص، انه بالقص الشعر. اوكي. سو انت كيف قصيت لهم بالمكنه او المقص؟ لا قصيت لهم قص المشط فقط. اوكي. شفت قصيت لهم، عملت لهم سبايكي ولا لا؟ كل شيء كل شيء. اوكي. وراح قد ايه انت قلت لي وقتها ضلوا 3 ايام تيروح؟ 3 ايام تنلع حممون يطلع منه الدم، يعني تميت حممون منيح منيح حتى قدرت قص له، لانه المشط ما تمشي بالشعر. إيه. من كثر ما انه مشعد الشعر كان كله مكمش.
طب ليك هو كان دم نشف عليهم أم جديد؟ لا نشف يعني من الانفجار. يعني من الانفجار. دم يا بش يعني. نشف منشف عليهم. نشف قلب الجلد كمان بلسة تلسير يعني بيسول حتى فركهم فرق لحتى يطلع منه الدم. أوكي وهن هالقد رايقين ليك شو هلأ راح عميل كذا كيف ما يسكت. تعال هون ساندي تعال. هلا خنجية أنت. مش مشكلة. أوكي. سو أنت وقت أخذتهم للكليب غسلتهم وبعدين شو صرت تطعميهم؟ صرت طعميهم من أكلاتي يعني. أوكي وأنت كان معك أكل تأكل؟ يعني أوكي. كان شوي صعب الأكل. بأي طريقة صعب؟ يعني أنت كنت تشتغل خلينا نفوت بصلب الموضوع. أنت كنت مبسوط بشغلك؟ أنا ما كنت مبسوط بالشكل. شوي أم أبدا ما كنت مبسوط؟ أبدا أبدا. أوكي خلينا نفوت هيك نشيل قصة أنه كيف بتعرفنا عليك ونفوت بصلب الموضوع. أنت ما كنت مبسوط لأنه أنت كنت قاعد بنتورك الأونر تبع النتورك ما قعدك ب يعني صغيرة بس ما فيها شيء بمرة بس فرشة فقط. أوكي. وما فيها منفس ولا مكيف ولا شيء. كتير منيح. سو أنت قاعد بأوضة أربع حيطان. أربع حيطان. ما فيها ولا شغلة فرشة على الأرض. فقط. أوكي في شرشف وتكية. شرشف رفيع يعني خفيف. اوكي وتكاية مخدة كتر خير الله. اوكي اوكي والأودة ما كان فيها ولا نقطة هواء وانت شو بالصيفية يعني بتتذكر وقتها كان في كتير شوب بالصيفية صرنا نموت وبدنا الاي سي وما في كهرباء هو ما كان عنده شباك يفتحه بالأودة تبعه. اوكي وما في مكيف ما كان في اوكي ووقت تسقع بالليل شو كنت تعمل بس وقتها صرت طعميه من الاكل اللي عم باكله انا. اوكي يعني كنت اشتغل المحل كله ومنظف وكل شيء لحالي 24 ساعه بالعادة 6 ساعات نام فيهم بس. اوكي سو هو يشتغل 24 ساعه و6 ساعات ينام فيهم. اوكي يعني انه محل ليل نهار شغال مفتوح بس انه 5 6 ساعات الصبح نام فيهم كنت اتعب كثير. ما كان يعطيني راتب بس انا كنت مبسوط لانه عاطيني الغرفه ما فيه اجار. اوكي سو هو كانه عم بيشتريك باجار الغرفه وما عم يعطيك معاش. ايه واخذ مصروفي قليل كتير كثير لحتى اشتري خبز ومي وعلبه جبنه. قد كان يقول لك رح يعطيك بالنهار؟ بالنهار اسحب من المصاري 10,000 وقول له مشان ما اخسره اكثر لانه هو يعني لو بتعطيني كان بيعطيني بس بيحكي حكي بدي اعمل لك بتشيب لك سماعات وبدي ساوي لك بس كله حكي ما شفتني شيء ابدا. سو انت من وين تسحب من الراتب تبعك؟ اسحب من المصاري لما اشتغل له المحل كله كل المصاري بايدي. اوكي فقال لي انه قديش المجموع؟ قال له المجموع اليوم هالقد. بقول له انا سحبت مصروف 10. بقول لي اوكي اوكي فانا يعني ما يعطيه راتب اوكي سو هو يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. انت كنت تسحب 10,000 وما كنت تسحب اكثر لما تعذبه لإله؟ لا لانه هو كان يتضايق لما اسحب اكثر انه وما عم يدفع لك راتب. ما وقد ايه كان قال لك بده يدفع لك راتب مش انه قال لك ما رح يدفع لك. قد ايه قال لك رح يدفع لك راتب؟ كل مره بيقول لي بده يدفع لك راتب بس يتحسن الشغل بس يتحسن الشغل والشغل منيح بس أوكي. هو بخيل وما بيسخى يعني فيني ابدا. كل مره بيقول لي بدي اعمل له وساوي له كله كسيف وحكي على الفاضي. اوكي وهو هيدا يعني انت اول ما بلشت تشغل معه قال لك رح يعطيك هالقد بالشهر ولا لا؟ قال لي انه انا بدي اعطيك بالشهر 100 دولار. ايام قلت له كان 1500. اوكي قلت له اوكي اعطاني اول بالشهر 100 دولار كيف في اكل وشرب كيف في اكل وشرب ما تكفيني ال 100 دولار. اوكي يعني ما تكفيني اكل واشرب فيها يعني بس يعني 150,000 يعني بس كان ياكل ويشرب بس اكل واشرب فيها ما هي راتبي انه اكل واشرب وقاعد ببلاش. صح يعني انت ما عم تعيش يعني انت عم بتقصدي انت عم بتعيش بس انه ايام موت مجوع يعني بصراحه انه ايام 4-5 ايام ما اكل غير جبنه مثلا يعني جبنه مشلله لانه معلبات لف الخبز واكل. اوكي كل ما احكي ولا اشكي لانه اذا حكيت انه ما رح يعطيني اكثر. فسكت كثير وتحملت كثير. اوكي وبعدين بعدين الله بعد اياك وتعرفت عليه. لا هدي اروح دغري بدي بلش بقى الله. انت بعدين وقت غلى الدولار شو صار؟ ضلوا عم يعطيك 100 دولار صار يعني احسب يطلع لي بالشهر 300-400,000 لما احسب 10 باليوم لانه كل شيء غلي اوكي يعني شبنه غليت المي غلي صح خبز غلي كله صح ما توفيت ما صرت اخذ كل يوم 10. اوكي يطلع المجموع 300-400,000 وشو اقول له دوب بختمها من راتبي. اوكي اللي اوكي اوكي مو مشكله مو هو ما عم يعطيك راتب ما بيعطيه راتب ويوم تركت الشغل ليره ما اعطاني. صح يعطي ساعة قال لي مالك شو هلا انت نطيت على اخر قطيت سنة ونص كامل ما شفت شيء منه ولا راتب ولا بصاري بس اكل يعني قاعد من مكان بلاش وعم باكل بالمصروف 10,000 كل يوم فقط
ما في شيء منه خيره أبدا. أوكي. هو شو وعدك رح يعمل لك؟ أول شيء قبل فرجيك شيء. يعني أنا أول ما حكيت معك مخبرتني أنه ما بتعرف أنه في مطاعم بلبنان وما بتعرف أنه في منقيشة بلبنان وما بتعرف مش شايف ولا مرة ورقة دولار ولا مرة عامل هيك ولا مرة. يعني كأنه أنت مقعدك بهالأربع حيتان وما بتعرف شيء غير. ما بعرف شيء. أنا ما بطلع مرات المحل لأنه ما كان يخليني أروح وإجي على طول مثل المحل كل الوقت. وإذا بتطلب شيء ما يجيبوا لي. يعني مثلا بدي غاز، بدي أكل، بدي كذا، ما يفتلاه ولا أخو. وتعمل له الورقة، بتذكر تعمل له الورقة تقول له بدي هيك بدي هيك بدي هيك بدي هيك. بدي أعمل له ورقة وما يجيبه. بكتب له كل شيء يعني بيرتف يعني بينطف قلب الباحث. يعني بدي روح 15-20 يوم لحتى يجيب لي كم غرض منه. أنا بكون شو كنا أنا بعتازه بدي توخسي بدي رز بدي سكر بدي شاي. هدول كلهم اكتب لي اياهم اللي اكتب لي اياهم بس يحكي حكي. كل ما يجي مستعجل ويروح قل لي اخي بدي شيء بغراض. فيقول لي خلص اوكي خبر اخي. اخوه كمان يطنش. اوكي. وانا وقت تعرفت عليك خبرتني الخبريه، ضليتني عم بنزل لعندك عم شوفك، حبيت انت. انا اذا بتسال الين اول ما شفته شو قلت لك بالسياره؟ قلت لها ما بعرفه بس أنا بعرف أنه هيدا إنسان كتير منيح. كان في رفيقة لقالين بالسيارة اللي شو كيف تعرف أنه كتير منيح وما بتعرف شي عنه وما حكيت معه؟ قلت له تذكرني أنا بعرف أنه هيدا الإنسان كتير منيح من جوا بلا ما أحكي معك ولا شوفك ولا أعرف إذا أنت عم بتكذب علي ولا لا. في كتير عم بكذبه. أنت عم تكذب عم بمزح. عرفت كيف؟ so, ما بعرف حسيت أنه في شي كتير منيح عنه. دليتني انزل. كمان حبيتك وارتحت لك كثير وشكرا من كل قلبي على كل شيء. حبيبي يا كبير. سو انا ارتحت لك. دلينا ننزل عند قالي انا وياك انا وقالين لعندك كل يوم. بتمنى تجي كل يوم لحتى هيك يعني ارتاح. ارتحت انه احكي لك كل شيء لانه ضغط نفسي كثير وما حدا يعني ما حدا فيني بحكي له لانه ما بتعرف حالك. ما في شيء بعمله خلص. كل ما انه طلع قاعد بنفس المكان ما يصير شيء بعدين. وصلنا للموضوع هذا. شيء أكتر شيء أزاني. أنا سمعت كل خبريتك وخبرتني إياها وخبرتنا أنت كيف فليت وأنت كيف كنت بتشتغل عند الحلاق وصرت تشتغل هون ولا ماشي حالك ولا بحدا بيسمع منك وعيش بهالأوضة الأربع حيطان بس ومنك مبسوط ومقاصص. بس أكتر شيء قتلني هو أنه أنت عطيت كل شيء كرمال هالكلاب وخبرتنا أنه جبت لهم كيس أكل بمئة ألف صح كرمال يأكلوا وما كانوا يأكلوا. ما كان هيدا الشيء أنا كنت أبكي خلاص. أنه عم يعطي كل شيء عنده ما عم بيأكل تيقدروا يأكلوا الكلاب تيهتم فيهم. هلأ شو عم يعمل هيدا ليك واللي إزبك تعمل بيبي عم كاكا بدأ عم بيبي وكاكا عليك. تعتا قال لك ساندي تعال. ايه سو هيدا الشيء انا كتير 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 شو ليه عم يعمل هيك جامبي بيوكا كام؟ لا تايف مشيتهم انت قبل ما نفل؟ لا مش مشيتهم قبل ما نفل؟ مشيو؟ اوكي خلص شو بدك تعمل؟ تعال قال لي احملها اذا بدك غنجة احمل. وين ابوبي؟ ايه سو انت جبت اكل للكلاب وما اكلوا منه؟ لا اكلوا ابدا. سو انا هون تقطشت خلص انا بدي ساعدك وانت ما بتقبل المساعده. هي مشكلتك. لا وما بدي لا بليز خلص وقدرت الله والله وما بعرف شو والله بيساعدني وخلص. وانا ما بحب ابدا هيك. ما بتحب حدا يساعدك. ما بتحب حدا يعطيك ولا شيء حتى بالحكي منيح. بتحب انت ضلك لحالك. قول يا رب الحمد لله على كل شيء 100%. وانا هون انهارتا تفقشت وفتحت على انستغرام طلعت مباشر على اللايف وحكيت كل الخبرية. وقت حكيت كل الخبرية انا قلت بدي احكيك الخبرية بدي اعمل الخبرية وما بدي اياك تعرف. طلبت من عالم يساعدوك. طلبت من عالم نشوف كيف فينا نساعده بتبرعات اكل تياب شرب مصاري كل هدول القصص. والعالم ما بيعرفوك والعالم ما بقى حدا ما حكاني عم بيبكي. انسى تبرعات ما عم بيبكي انه ما عم بيصدقوا في حدا عايش بهالطريقة. وبلشنا المهمة. اول مهمة لإلي كانت طلعك من هالمحل. اذا انا ما طلعتك من هالمحل كنت رح ضلك لكل حياتك بهالطريقة. لانه هيدا الزلمة ما عم بيأمن لك شوي
مستقبل عم بتعيش يمكن تعيش ولا شيء أكتر. يعني أنت ما عم بيأمن لك مصاري على القليلة 1000 ليرة زيادة بالشهر ما في موجودة ما عندك عندك أقل وأنت بدك ترد له مصاري كأنه لأنه أنت عم تاخد من ريتبك اللي هو مش عم بيعطيك إياه. وانتزعوا السماعات تبعك شو قلت له؟ قلت له انتزعوا السماعات بدي شيب سماعات. قال لي أوكي شوف عمتك إذا بتساعدني شوي شوف أهلك بيساعدوك شوي. قلت له طيب أوكي يعني بالراتبة اللي بدك تخسب بيهم يعني هدول اخسبهم بالراتبة وشو بدي فيهم سماعات؟ أوكي شوف وهذا شيء أهم شيء يعني إذا أنت ما عندك سماعات بتروح بيروح سمعك على الآخر ما فيني بسمع بتوش أنا يعني بدي أسمع الزباين عم بيجوا بدي صح. أسمع حالي وبيعيتوا لك من بعيد فراس فراس كانوا كتير حكوني بشفة حكوني بتل يعني أخرس وأطراش صح قالوا أنا بسمع فهم على الشفايف صح هذا شيء كتير بيزعجك مش هيك بيزعجني إنه كنت أسمع وفش أخر بالسماعة صح صاروا يحكوني بطريقة غير قالوا أخي أنا بفهم بالشفايف يعني حكيت صح بيها. صح هذا شيء كتير دماغن حق إنه ما عم بسمعون بس هو صاحب المحل يقول لي إنه اوكي شوف الشمعيات شوف اذا حدا بيساعدونا شوف ما في لحالي بدفع له أوكي. طيب اوكي يعني رح شوف عمتي رح شوف حدا بس انه انا ما بقدر اشيب سماعات وطنش اكثر من فتره يعني شهر 2-3 هلا اكثر شيء انا عديته 8 شهور بالضبط 8 اشهر بلا سماعات بلا سماعات وشو كنت عم توجع بدينتك كنت براسك بشو شلون كنت عم توزع براسك عم يجعك وراسك راسي كتير ما يعني أيام ما يجي إنه بسات أسمع أصوات براسي يعني ما أنا متعودت إنه تكون بلا سماعة بالنهار بس كون نايم بشيل السماعة فقط أوكي هلأ سؤال كتير مهم هلأ أوكي ما عندك سمع وكل هدول القصص وقت صار الانفجار شو سمعت ما سمعت شيء هيدا أحلى شيء بحياتك مش هيك صراحة كنت نايم بس فقت سمعت صوت تفجير قلت له أوكي كانت بنت عمتي موجودة قلت لها انه كأنه دولاب السيارة انفجر انا بلا دولاب السيارة انفجر اوكي سو انت افتكرت انه في دولاب سيارة فجر انا افكر انه ما سمعت شي بمرة اوكي وما ما تأذيت شلون منيح يعني ما تأذيت ما حسيت ولا حسيت كثير منيح هيدا فتحت التلفزيون بتعرف ما في حدا غيرك بلبنان هيك كله تأذى انت مرتاح ما حسيت ابدا كثير منيح وما عرفت بلشت تحضر تلفزيون تتعرف لما فتحت التلفزيون تفاجأت هاي امتى وكيف شلون اوكي نحن كان اهم شيء لإلي امن لك اكل للكلاب تيكونوا مرتاحين وعم ياكلوا وامن لك حياه لإلك لانه الحياه اللي انت عم تعملها منا حياه عذاب سفلينا ورحنا عشت انت مع عائلتك شوي تنلاقي لك سماعات جديد صح شفنا سماعات جديد صرت اسمع اكثر والف الحمد لله قد ايه تعذبنا تاخذنا السماعات قد ايه وقت قد ايه وقت اخذت تا يطلع لك السماعات الصح قديش وقت ايه انه قديش صار لي مركبهم ايه لا تتذكر وقت فليت قد ايه نطرنا تا يطلع لك السماعات الصح لانه كل وقت نظبط ونطلع صح وتعمل تخطيط وتظبط ثبت وعمل كثير يعني لحد كذا حكيم لحد شهر شهر ونص شهرين قد ايه اخذت صار لنا الشهر شهرين تقريبا ويمكن اكثر بس انه تعذبنا كتير يعني من حكيم لحكيم وتخطيط وخسير أتان والشركات مش منيح وشرك مش منيح إذا بتتذكر في شركة رحنا عندها رحت لأنت لعندها وعملوك بطريقة كتير مش منيحة أبدا تتذكر شو اسمها شركة حوري حوري رحنا راح عن شركة حوري قالون أنه بدي أعمل تخطيط للسماعات قالوا له شو قالوا لك وقتها متى قالوا لي أنه فقد سمعت لهم بدي أعمل تخطيط 80 دولار 80 دولار تك 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 بعد ما قالوا له بونجور ما قالوا له شيء دغري 80 دولار راح لهونيك وعمل له التيست عملت الفحص وقالوا لك انت ما فيك تسمع بكل حياتك ابدا بهالطريقه قطعوا لي الامل قال انت بهي ما بتسمع فيها ابدا لا تحاول تشيب سماعات ولا تحاول تركبها شلون شو هالحكي يعني انا كنت اسمع شلون هي فجأة هيدي ما بفتكر شركة طبيعية اللي هي بفتكر كانت دو توب بلبنان بتقدر تعمل هيك شيء وتكسر الواحد وتحطمه من جوا لأنه هيدا الشيء بلا أخلاق على الآخر كتير خفت كتير 100% It's unprofessional على الماكسيموم وبلا أخلاق to another level لأنه ما بعرف يعني الواحد عم بيجي تتساعدوه بتجوا بتقولوا له هيك وها تفضلوا هلا اللي صار انت عملت هالشغله وانا ما كنت عارف انت خبرتني اياها بعدين سو انت عملت التخطيط وانا دقيت لهم قبل ما تروح لعندهم قلت لهم بونجور بليز فينا نعمل سيليكون للدينه تحطوا تحطها على السماعات قالوا لي ايه خلينا دق لجل الديب شوف اذا فينا نعملها شو هالشغله يعني شو جل الديب بيقول لكم اوكي لكم حق دقيت قالوا لي اكيد استاذ ما تعطى الهم اكيد فينا نعملها
لقيت قالت لي اوكي, قلت لها قد ايه رح تكلف, قالت لي $80 في الهارد وفي ما بعرف شو $80. قلت لها اوكي زلمه رايح لعندكم لهلا, بدك هلا ادفع لك المصاري ولا بدك من بعد ما يطلع له اياهم؟ قلت لي لا لا ما عليه مش مشكله من بعد ما يطلع له اياهم, نحن هيك عاده بنعمل. قلت لها قد ايه بدون وقت؟ قالت لي بدون جمعه. اوكي تعوقت القصه واضطرينا نروح عندهم ونحن بنعرف انه هن اغلى وحدات. سو بعد بنهارين بتحكيني وحدة مرة بدها هي تتبرع بهالقصص هي تساعدنا. قلت لها يا الله حرام وبدنا ندفعهم وحجزناهم وعم يشتغلوا ما بعرف شو. قلت لها بدها جمعة. قلت لي شو بدها جمعة؟ هي بدها نهارين مش مشكلة. بعد جمعة نطرنا, انت جمعة عم بتموت ما عم تقدر, رح يوجعك بعد 8 شهور. بعد جمعة شو اللي يصير؟ دقيت لحوري تيجي لعندهم وياخذ هالشغلة. بتقلي بدق على التليفون, ترد مش البنت علي, بترد بنت تانية بتقلي بقول لها سوري بس هيك. قلت لي لا نحن ما مشيناهم لأنه ما دفعته. ما دفعته. قلت لي نعم. شو هالحكي؟ أكيد عم تمزحي, أكيد 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 عم تمزحي. أعطيني المرة التانية اللي حكيت معي بليز. قلت لي لا ما أنت ما دفعته, ما فيكن تاخدو, ما فينا نعملهم إذا أنت ما دفعته. حكيت المرة الثانية قلت لها شو هالحكي, شو عم دلعب مع بعض يعني؟ قالت لي لا 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 ما تعت الهم وخلص, واليوم رحنا بعتنيهم بدون جمعة. قلت لها وقفي محلك, صار لي أنا جمعة ناطر تتعملوا لي سيليكون وعم بتقولوا لي أنتو ما دفعتوا وأنت قلتي لي أنه نحنا لازم ندفع من بعد وما تعت الهم. شو هالشغل هيدا؟ شو هالقلة الأخلاق هيدا؟ ما بقى بدي منكم مرسي. قالت لي أوكي دغري بهالثانية. يعني شو ما بعرف قديش العالم في يكونوا بلا اخلاق. دغري بحكي هيديك المره مارجو, بحكي مارجو بتقلي تعال عند اليوم تا 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 تا, بعد نهارين بيكونوا عنده, بعد نهارين صار عنده. حبيت متى مارجو بتعلي بتعطي كلام ايجابي وطاقه ايجابيه, يعني انه اعطتني الامل وعملت اياهم بيومين وخلصتهم. يعني انت اوريدي كنت عم بتموت براسك, موتوك هدوليك الزياده بس تشوفوا قد ايه في شركات بلا اخلاق بهالعالم سوستان هالبلد. جبنا السماعات وهلا قبل ما كنت عم تقدر تسمع شيء, يعني بحكيك على الواتساب ما فيك تسمع. اول شيء ما كان عندك واتساب, بحكيك على الفيسبوك ما كان فيك تسمع, ما كنت تسمع موسيقى, كنت تشوفني عم بتحرك بس ما بتعرف شو الموسيقى. وهلا صرت اسمع كل شيء عن كل شيء على الواتساب عن الو حتى معك لما بحكي. سو نحن عملنا مثل شغله انه انا هو بيحكيني عربي تصير اقرا اكثر عربي لانه انا ما بقرا كثير منيح عربي. باول فتره صرت احكي عربي المجبور, صرت اقوى بالحكي. وبعدين صرنا انه خلينا نشوف كيف بدك تسمع. بس بعثت له فويس نوت سمعه, صرت اسمع تمام, صرت دقل له يقول لي الو شو يا غالي شو يا مغالي كتير. رحت عند عمتها, رحت عند الكوزن تبعك, عشت عندهم ما في منهم بعقده, عشت حياة حلوة لا نلاقي لك شو بيت جديد. ما فهمت كأنه عم بحكي مع غير شخص. انت هلا مش ببيت جديد؟ شو بنش شو بيت جديد؟ بيت جديد عم بحكي شو تاني كثير. سو نقلناك على بيت جديد. وشو معك بالبيت؟ مين هدول اللي وراك؟ هدول لك 100% وانت مرتاح وقاعد ببيتك الجديد لحالك وبيت لإلك. ما في كاميرا لأنه الشغل اللي كنت قاعد فيها بقلب غرفة حطت لي كاميرا. تخيلوا بقرب الأوضة حطت له كاميرا, حطت له كاميرا بالأوضة اللي نايم فيها. يا عمي ما بعرف الواحد كيف يفكر كثير. يعني سيري ونص أتبسس أنه الكاميرا موجودة, ما فيني مثلا أنه غير دياب أو الشيء يعني. ما في هدي باي ذا ويه بفوت واحد على الحبس في النور أبدا. ما بعرف ارتاحت نفسيتي انه بهالبيت جديد والحمد لله على كل شيء, انه تغيرت بكل شيء يعني بالسماع صرت اسمع منيح, بالموبايل, بالبيت, بالحياه الاجتماعيه, بكل شيء يعني. صار عندك اصحاب بالحي ام بعد؟ صار عندك رفقه بالحي؟ العالم جيرانك الجيران كلهم كل واحد تق على الباب كثير كثير منيح. انت بتستحي اول نهار فيت هيك عملوا هيك اجوا قالوا يي ما بيحكي ما بيسمع بلا كيف يسمع بس بيستحي. اوكي ونقلنا على هيدا البيت. وهلا المهم انت مبسوط بالبيت ولا لا؟ كثير 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 مبسوط. اوكي ليش مبسوط؟ يعني مرتاح نفسيا انه كل شيء لحالي يعني بكل شيء يعني احسن من قبل كنت عايشه فيه, انه مي سخنه مثلا للحمام. ما كان في مي سخنه قبل؟ ما في شيء مي بارده
غاز مطبخ يعني أدوات مطبخ أدوات منزلية يعني كل شيء موجود أما مين ما نقول ما في شيء في فرق ما بعرف يعني أنا بعرف يعني حسيت حالي بحلم في الفترة اللي قعدت فيها البيت الجديد يعني ما عرفت إنه أنا فعلا إنه تغيرت وعاد البيت لحالي وكل شيء أحسن من قبل يعني فجأة لك أنا والكل جربنا نساعدك بس مش هيدا هو ال شو يعني جول الهدف مش هيدا هو الهدف أنت هيك تعيش بهيك بيت وعم تعمل هيك وعم تلاقي شغل هلأ عم نعمل هيدا الشغل وعيش حياة صغيرة أنا ما بدي إياها أنا اللي عم بجرب أعمله أنه نرجع نجرب لك حياة جديدة يعني بالمصاري اللي تبرعوها العالم نحن عم نساعدك أنت بس تربح مصاري معاش ومن هالمعاش كله لإلك أنت ما عم تدفع ولا أجار ولا ماي ولا كهرباء ولا إنترنت أنت تقدر وقت بدك تعمل حياة لحالك لأنه إذا ما بتعمل هيك رح تضلك هيك وأنا ما رح أقبل تكون هيك وأنت بتقلي مرسي مرسي ما بدي مرسي أنا كل ما أنت عم شوفك مبسوط أنا بنبسط وقلت لك إياها 100 مرة ما بقى تقلي شكرا وشكرا للكل ما بدي شكرا وما بدون شكرا كل ما أنت مبسوط هالشكرا نحن إذا أنت قاعد بهالشي الزريبة اللي كنت قاعد فيها ما رح يكون مبسوطين نحن إذا أنت مرتاح وراسك مرتاح وعقلاتك ما عم بيفكروا بشي إلا أنه ما عم صدق هلأ أنا ارتحت هيك منكون مبسوطين ومن هلأ ورايح من هلأ ورايح رح نضلنا نتطور ونتطور ونتطور وأنا بدي جرب مثل ما قلت لك بدي جرب بجيب لك حدا يعلمك كأنه أنت بالمدرسة نعم بصف الرابع تركت الدراسة ما درست أوكي أنت قلت لي صعب شوية تتعلم لأنه صعب تتفهم لأنه إذا كان عندي مشكلة من سماع صح كانت الأنسة ما تتحملني لأنه ما عم بشتغل أبي أدرس فدائما يصير مشاكل إنه تقلي طلع وقف برا إنه أنت مشاغب إنه وكانت تعرف إنه أنت عندك مشكلة بالسماع كان ستي الله يرحمها يعني ستي وجدتي هن ربوني بالأساس كان ستي تروح يعني تقول له الأنسة ليش ما عم تعلمي ليش ما عم تقولي بالي قالت تقول له ما عم نتحمله إحنا ما عم نتحمله ما عم بسمع ما عم بفهم فروح حطوه بخير مكان خاص فيه يعني ما كان بدعم مادي زيادة حتى يحطوا لي مكان خاص وانت كان بدك تعمل اول اربانة واذا كنت اعمل اول اربانة كمان دخلت بالكشاف اول شيء حياة اجتماعية وكشاف يعني وتعلمنا الصلاة بيجي يوم الاول اربانة مشان كنا نعمل اول اربانة بتعمل الرابعة بتقلي انه ما فينا نعمل لك اول اربانة ليش يعني انك مو حافظ شيء من انشي ما انك حافظ شيء بتلا الاولاد انه تقرأ شيء انه تحكي شيء قلت له أنا عندي مشكلة بسمع ما في لي بحكي قلت له هيك لستي أم ستي راحت لعنده قلت له كيف ما بدنا نعمل أول أربانة قلت له ما فينا نعمل أول أربانة فصار شوية مشاكل إنه ما بتصير يعني ما تعمل أول أربانة شو هالحكي عم تحكي ما هو مسيحي وما لازم نعمل له أول أربانة ومش إنه مسيحي مسيحي وبتصلي وكل هاي دول القصص بس أنت عندك مشكلة لا. إذا أنت عندك مشكلة بصحتك وبسمعك ما خصه ما خص ما خصك انت انه ما تقدر تعمل اول اربانه ولا مره حدا قال الله ما قال نحن ممنوع نعمل اربانه هيدا لانه ما بيسمع هيدا الشيء كان كثير ولا ما عملوا لي بقدر حتى الله وقدروا انه صح لحتى بعدين يعني بالصور لحتى قنعناها لحتى عملت اول اربانه وفرجيتني انت صور الاول اربانه معك يا ريت معك شو كنت عم تعمل مع الابونه احلى شيء انه عم يتناول قلت له اصبع أخذوا لك إياها صورة كمان أبونا بقى تشعر إيه تخاف ماما بدنا نعمل له أول أربانة كتير منيح كتير منيح خبرني أنت خبرتني مرة قصة أنه أنت كنت مجمع مصاري وكان في جارتك خبرنا هالخبرية هالجارة اللي أنت كنت تروح تزبط له وكل شيء كنت مجمع قرشين بالحلاقة خبيت على جنب مني 400,000 ففتحت محل محل يعني خضرة شبت كم سحارة من كل نوع وصرت اشتغل فأول شهر اثنين ثلاثة انكسرت آخر شيء لأنه أدفع أجار المحل ومصروفي نفس الوقت في جارتي عراقية كبيرة بالعمر وأمها لسه كبيرة يعني مريضة بدها أكل بدها شرب وهن فقرة كتير كتير فتجي لعندي تاخذ من عندي موز تاخذ من عندي تفاح تاخذ من عندي خضره اعطيها اياهم كله بالدين الا معنا الشختيهم فتقول لي شغله بس يصير معي بعطيك اياهم قلت لها ما في مشكله فوصلت لمرحله اخر شيء انه اما
بالتفوات إنه بتعمل تحته وهيك ومريضة كتير وبتمشفى بتأطية أخشوجين وهيك فصرت أعطيها مصاري يعني اضطر أعطيها إنه ما يتم الجوع فأعطيها أعطيها أعطيها وصل يعني بعد ثلاث شهور كسرت مرات المال ما عاد في بشي بخطرة عامةً إذا كسرت تكت المحل سو أنت المصاري اللي جمعتهم أعطيتها إياهم أعطيتها إياهم مع إنه أنت ما كان معك مصاري وعملت هالشغلة من المصاري اللي جمعتها يعني بس تشوف قد الواحد فيه يكون شخص منيح من جوا انه انت ما معك بس لقيت حدا اكتر منك ما معه وقررت تعطيه لانه صار مشاكل بيني وبين يعني اهليتي انه ليش تعطيها وانت غبي وانت ما بعرف شو طب بينين يعني ما يدمش وبتركهم يموتون بشو انا معي قرشان كتير صار مشاكل انه انت فيك شيء انت مو طبيعي انت كذا كذا ما رضيت على حدا وقلت الحمد لله انه معلش يعني الله بيرثي وما زعلت ابدا وهيدا الشيء هو أحسن شيء يمكن عملته بحياتك لأنه لو كل العالم قال لك غلط أنت اللي عملته صح أنت عم بتساعد حدا لو أنت ما عندك أنت عم بتساعد حدا وقتا أنت ساعدت حدا مش حقلك الله بيشوف هالشغلة أنت عم تنبسط قدي أنت انبسطت أنه ساعدتهم بسطت كتير لأنه هني بطلوا عم بيتعذبوا وأنت رح ترجع تلاقي طريقة غير أوكي؟ هيدا هي بس أنا يعني أنا بفتخر أنه عندي حدا مثلك بحياتي أنا كتير مبسوط أنه عندي فراس في أنا وقتها بدي شوفه تأنبسط أنا كله هذا تعلمته من ستي الله يرحمها يعني هن ستة وجدتي كبار بالعمر لما كان عمري شهر أمي حطتني مع ستة وجدتي هن ربوني 20 سنة فبهالعشرين سنة علمت على المحبة على الصلاة على طيبة القلب أنه بشكل عام يعني ما قسي ما فبعد 20 سنة توفي ست وجدت مات الله يرحمها بعدين بهالسنة اللي ماتت فيها ستي قالوا لي ما لك غير أمك ونحن عند أمك وأخوك إيش عنده لأنه بالنهاية هن أمك وأخوك هن مسؤولين عنا وأنا أمي أخي بنشوف بعض بس ما في تفاهم ما بنعرف بعضنا كتير يعني بيجوا بيروحوا بس على الرسمة حتى أخي ما ربينا سوا أنا وياه هو أصغر مني بست سنين يعني هلا عمره 18 سنة فلما توفى ستي بهالسنة رحت لعند أمي وأخي قعدت عندهم بالبيت فشهر 2 حاولنا نساير بعض بس ما في تفاهم دائما أمي قاسية علي بكل شيء إنه بتضغط علي بكل شيء إنه لازم تشتغل ما بسيطة قاعد بالبيت كذا بروح بشتغل ما بيعطوني مصاري يعني مثل ما بدي وكذا إنه ما لازم تقعد بالبيت هو صار في كتير ضغط بالبيت حتى أخي صار في غيره ما في محبة صار شوية مشاكل بالعيلة أنا هون استأجرت هاي المحل اللي كان معي فيه 2400 فتحت فيه وصرت نام مع الخضرة كل ما نام لا عند أمي ولا عند حدا جوعان نص الليل بتاخد شقفة خيارة بتقيلة بس الخضرة كان يعني ريحتها كتير قوي وطلعت شي 3 شهور كمان بتحمل إنه نام بنفس المكان لهيك متعود بدك تنام هون بلبنان فنام بنفس المكان كل ما نام عند أمي وعند أماتي فقالوا لي ما بصير لا تبهتلنا تعال عود عنا قلوا لا انا هيك مرتاح ومبسوط لانه خلط مات ست وجدتهن مثل ابي وامي فقدت لهم فقدت الامل فقدت من كل ما بتسمع كلام من حدا يعني ابسط كلام انه اخي قال لي انه انا عم بحكي معك شفقه مثلا او امي مثلا تقول لي انه انت بتفكر حالك شغله انه بما يعطوا لي طاقه ايجابيه في بخلوني انكسر انه بيعطوا لي طاقه انه انسعش فيها اكثر انه انت ما انك طبيعي انت انسان كذا 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 انه وهذا اخر شيء لازم حدا يقوله لشخص ثاني وتكون عنده انا حساس بهالكلام كل كلمه بسمعها بتحسس فيها فبتقول لي انه كل ام بتحكي مع اولادها عادي ما في مشكله ما بصير تزعل طيب معلش انا ابني كل سنين ما ربيتيني ولو يعني شبيري قطعه حلوه مثلا خليني اتحملي لي انه قاعد عندك هالفتره اشهر مثلا ما صار لي سنه بعرفك فكتير صار مشاكل وبعدين اجيت على لبنان بعد سنة ونص وتحملت كمان ما انزل على سوريا ولا انزل عند امي ولا عند عماتي واشكر قول الحمد لله بعدين الحمد لله انا بعد اياك وتعرفت عليك والحمد لله على كل شيء وبتشكر كل مين ساعدني من كل قلبي الله يحفظهم ويحميهم يا رب وشو بعد بدك تقول اخر شيء قبل ما نخلص اليوم انت هلا شو ناوي تعمل بحياتك ناوي اعمل يعني رقاصة عم بمزح رقاصة انه شغل اوكي
مجمع بصاري صح. حتى اقدر اوقف على رجلي يعني اسند حالي اسند نفسي بنفسي حتى ما ارجع مثل قبل صح. لانه هلا من الوقت ما عاد حدا لحدا مثل قبل لا اهل ولا حتى يعني لازم اعتمد على حالي. انا بوعدك انه ولا مره رح ترجع على اللي انت كنت فيه. انا هيدا وعد لكل حياتي لكل حياتي بوعدك انه لعطول نحن رح نكون ساندينك. بتشكر كتير من كل قلبي. من كل قلبي انا عم بقول لك اياها مش لانه بدي اقول لك اياها لان ما تعطى الهم لا لعطول. لو قلت لي انا عايش بكندا وعايش مساعدتك انا بدي ساعدك لانه انا ما بعتبرك كشخص عم ساعده انا عم بعتبرك كخي. اكيد انت هلا هلا اوكي انت اكبر مني بشوي بس انا انت خي صغير بعتبرك لانه بقدر احكي معك مثل خي صغير. اوكي سو المهم انت تكون مبسوط ورح ضلني اقول لك اياها لو شو ما صار. تسلم كلك زو. تمام هلا اذا بدك هون سجل لك غنيه انت عم تغني. اوكي فراس انا كتير انبسطت انه اليوم قعدنا سوا وحكينا وتعرفوا عليك العالم. هدول العالم اللي هن قرروا يعطوا محبتهم لحدا تاني. كتير انبسطت انه هلا هدول العالم عم بيقدروا يتعرفوا على الشخص اللي هن حبوه بلا ما يعرفوا. وان شاء الله هلا تعرفوا اكثر. هلا هو كان مستحي عاده بنكت اكثر بكثير بيصيرنا على الارض يعني قبل ما نبلش كان عم يموت ضحك هو وقالين. بس رح تتعرفوا عليه قريبا اكثر ان شاء الله. ان شاء الله تشكرهم كلهم والله يحفظهم ويحميهم كثير منيح. وما بعرف يعني ما بعرف يعني شو بدي احكي بس ما في شيء. نحن بنحبك من كل قلبنا وانا بحبكم كلكم ويلا ان شاء الله قريبا نعمل شيء بعد احسن ترتاح بحياتك اكثر ونشوفك اكبر شخص بالكوكب. بس مش هتكون اكبر منا انا شوي ضخم. جايز هذا هو كان ابيسود 1 من سيزون 2 تبع كلنا بالهوا سوا. ان شاء الله حبيتوا هذا الابيسود. If you're still not subscribed to the YouTube channel اذا بعد ما نكون عاملين سبسكرايب على اليوتيوب شانل الكبسه رح تكون تحت على اليمين اعملوا سبسكرايب وفي مثل جرس بالكبسوه تيطلع لكم نوتيفيكيشن امتين رح ينزل الابيسود الثاني والثالث والرابع والخامس. على الارجح نحن رح ننزل كل ابيسود يعني رح ننزل كل جمعه ابيسود. بحبكم من كل 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 قلبي. هيدا كان اول ابيسود من كلنا بالهوا سوا ويلا on to better things ومنشوفكم next episode. Peace.